بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من أكاديمية حسونة، معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في كورس الفوتوشوب. دلوقتي بفضل الله هنتعلم مفهوم جميل جدا وهيساعدك قوي في ترتيب شغلك. ركز معايا. بص، تخيل معايا ان انا عندي صور لفاكهة، خلاص تمام. هاخد مثلا الصورة دي كوبي وهقفلها، خلاص، وهعمل نيو. النيو ده نخليه مثلا ايه، عايزين نخليها خلفية كبيرة شوية، فنخليها 3000 × 2000 وترانسبيرنت، وهدوس على انتر، وهحط التفاح هنا ايه بيست، خلاص، وهعمل فري ترانسفورم وهثبت ايدي على الشيفت واصغر كده تمام، واجيبه على جنب هنا كده. حلو، وادي ايه انتر. هاجي مثلا على الفراولة، اخدها كوبي وهقفل الخلفية بتاعتها وهحطها هنا بيست، وهعمل فري ترانسفورم وهثبت ايدي على الشيفت وهكبرها شوية كده، وهجيبها هنا كده فوق التفاحة كده، هاتها هنا وايه، ونجيب ال هات اوتو سيلكت، هات التفاح كده ماشي. طيب هجيب المانجو، هاخدها كوبي وهقفلها واحطها هنا بيست، وهعمل فري ترانسفورم واثبت ايدي على الشيفت علشان ما يضيعش الابعاد، وايه، اكبرها شويه كده، وهدوس انتر، وهنجيبها هنا كده تمام. طيب ايه تاني؟ الكيوي هعلم عليها واخدها كوبي وهقفلها واحطها هنا ايه بيست، واعمل فري ترانسفورم وهثبت ايدي على الشيفت وهصغر خالص كده تمام، وهجيبها هنا وثبت ايدي على الشيفت واصغر تمام، وهتهلنا هنا كده مثلا تمام، وهدوس ايه انتر، خلاص. ايه تاني؟ الكارز هاخده كوبي وهقفله واحطه هنا ايه بيست، وادي فري ترانسفورم وهثبت ايدي على الشيفت، وايه، نخليه كده مثلا، ونجيبه هنا ونثبت ايدي على الشيفت واصغر شويه كمان بالشكل ده كده، واجيبه هنا كده بس، وادوس انتر. دي كده ايه يا ريس؟ مجموعه الايه، الفاكهه تمام، مجموعه ايه، الفاكهه. طيب انا مثلا رحت عامل ايه، رحت عامل، هات كده الكاستم شيب دي، ونجيب مثلا ايه، ده هيبقى عامل ازاي؟ ده برواز، شكل برواز مثلا، خلاص. وهاتوا فري ترانسفورم وهاتوا هنا كده ماشي، احدد بيه الجروب ده اهو، خلاص بالشكل ده كده، كاستم على ايه، يحوط الفاكهه، ونخلي اللون بتاعه او لايقه، هخلي اللون بتاعه، طبعا انت لما بتيجي تكبر وتصغر فري ترانسفورم بيقول لك ابلاي قبل ما ترجع للاداه، يعني نخليه مثلا بلون زي كده، خلاص، وبس كده، خلاص ماشي. يبقى كده ايه، عندنا شويه فاكهه ويحطهم ايه، اطار تمام. حلو قوي. هنعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني كده؟ تعالى نعمل موضوع تاني، اعمل بس سيف للخلفية للصورة دي، يعني نسميها ايه، نحطها على البيكتشرز، نسميها all مثلا، all groups، ندوس كده، ده كده سورس فوتوشوب، خلاص تمام. طبعا في اي وقت لو حبينا نصغر هنصغر، خلاص. هعمل ايه بقى؟ هعمل open تمام، وهنجيب بقى ايه، درينك، دول ثلاث مشروبات عندي، لبن ومانجا وفراوله، هحطهم هنا كده اوكي. هاخد ده كده كوبي واقفله، وهاجي هنا احطه ايه بيست، ونجيبه هنا كده تمام، وهاخد ده كوبي وهحطه هنا ايه بيست، ونجيبه هنا كده، خليه هنا كده. ممكن ايه نعمل فري ترانسفورم
ونكبره شوية بحيث يبقى ايه شبه اللي جنبه يعني كده شبهه شوية. هاته هنا كده ماشي. ونجيب المشروب اللي بعده اللبن اهو، ناخده كابي ونقفله خلاص ونحطه هنا ايه بيست، ونخلي مثلا اللبن ايه في النص كده، قد كده وهدا كده، وخلي ده كده، خلي ده جنبيه كده اهو، وخلي ده هنا كده تمام. ده كده ايه مشروبات خلاص. اعمله بقى ايه نفس الشيب اللي احنا كنا. طبعا انت اما بتختار الكاستم شيب تاني بيجيب لك اخر حاجه كنت مختارها اللي هو البوردر ده اهو. طبعا انت عادي تحط البوردر وتعمل فري ترانسفورم عليه مفيش مشكله يعني اهو، على اساس يتناسب مع الشكل اللي انت عايزه. نخلي دوس بس الاول انتر، ونخلي اللون مثلا لون زي كده مختلف عن الاولاني تمام كده تمام. لا لا عشان دوست سكيب اصلا، دوس خلاص ودوس انتر بدل سكيب. طيب تمام كده سيف. اعمل لي بقى ايه اوبن تاني. على فكره انا متعمد اعمل كل الكلام ده ليه؟ علشان احسسك ان الدنيا هيصه، احسسك ان في لايرز كتيره، احسسك ان انت عندك شغل كتير. انا عايز اعمل كده قاصد اعمل كده علشان احسسك باهميه الحاجه اللي اشرحها فاهم. هات بقى الفودز تمام، وافتح لي الثلاثه دول كده اوكي. ناخد الجمبري ده كده طبي واقفله، وهات لنا الخلفيه دي وحطه ايه بيست هنا، وهاته ايه على جنب كده، وهات السمكه دي كابي واقفلها كده وحطها بيست هنا، واعمل فري ترانسفورم وايه ثبت ايدك على الشيفت وصغر كده، هاتها هنا صغر كده شويه كمان تمام كده اهو، هاتها كده وادي ايه انتر. هات بقى اللحمه خدها كابي واقفلها وحطها هنا بيست، وهاتها هنا كده على جنب تمام، وهات الجمبري كده اهو. ممكن نعمل فري ترانسفورم ونلف الجمبري شويه كده ونجيبه هنا كده بحيث ايه يبقى كله جنب بعضيه يعني، يبقى بوفر في المساحه اهو بالشكل ده كده تمام. وهم دول كده نعمل لهم ايه اطار تاني. هات الكاستم شيب واعمل اطار جديد لدول كده اهو تمام، واختار الاداه الاصليه وهات ايه. لما تختار الاداه الاصليه طبعا وتعمل بالاسهم كده بيمشي معاك يمين وشمال تمام. اختار الكاستم تاني عشان تلونه الشكل اللي انت واقف عليه اللي انت عملته ده، خليه مثلا بلون مختلف وليكن مثلا اللون ده لا قريب شويه اخضر شويه لبني مثلا، وادي ايه انتر خلاص كده ايه عندي خلفيه فيها شغل خلاص، فيها لايرز كتيره وشغل وكل مجموعه لوحدها والكلام ده. هنا انا عندي مجموعه للفاكهه فروتس، وعندي درينك، وعندي فود. الهيصه دي بقى كده المنظر ده كده يلخبطك انت في الشغل، يخليك تقعد تقول الله طب هي ايه ده ايه اللي حصل هناك فين وازاي جه وازاي مش عايز اخفي ده، طب اظهره، طب اعمل مش عارف ايه فاهم. هنا بقى في حاجه اسمها جروبس بتنظم لك الدنيا دي كلها. الجروبس دي عباره عن ايه؟ الجروبس دي انك بتعمل جروب عارف زي ايه؟ زي الفولدر كده في الويندوز، زي المجلد او الفولدر. تعمل فولدر وتحطه جوه ملفات، انت بتعمله عشان تنظم. ما انت ممكن تحط الملفات كلها في حته واحده، الصور على الصوره والصوت والفيديو كل حاجه في قلب بعضيها هتبقى لخبطه. لكن بتنظم هنا صوتيات، هنا مرئيات، هنا فيديوز، هنا بيكتشرز مش عارف الكلام ده صح؟ هنا نفس القصه، بتعمل جروب، الجروب ده عامل زي المجلد كده، حاجه حاويه يعني بتشيل فيها حاجتك. واخد بالك؟ يعني دلوقتي انا عايز اعمل جروب جديد، هعمل جروب جديد ازاي؟ بص تحت كده شويه الحاجات اللي انت عارفها دي الصغيره دي، في حاجه اهي شبه المجلد اسمها كرييت ا نيو جروب، لما هتلمسها وتقف عليها شويه هيكتب لك كرييت ا نيو جروب. هدوس عليها هيعمل لك جروب اسمه جروب 1. جروب اسمه ايه؟ اسمه جروب 1. الجروب 1 ده انا عايز الم الحاجه بتاعت الفاكهه كلها احطها فيها. انزل تحت كده. الفاكهه كانت الخمسه لير دول صح؟ امال اتنين بعدت كده ليه؟
شيب اتنين. لا ثواني، لير واحد ولير تلاتة. أمال فين لير اتنين؟ مفيش لير اتنين. أربعة وخمسة، هنا اتنين، هنا مش دول خمسة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، لير اتنين طالعة فوق أهي. شايف حتى لخبطة حتى في الترتيب، تخيل. المهم بص، أنا هعمل إيه بقى؟ همسك لير واحد وهثبت إيدي على الكنترول عشان أحدد كذا لير مع بعض. ثبت إيدي على الكنترول أهو، هعلم بقى على لير اتنين ولير تلاتة ولير أربعة ولير إيه؟ خمسة، واللي تشيب بتاعهم اللي هو شيب إيه؟ شيب 1. وهاخد كل دول كده وانا معلم عليهم. انا سبت ايدي خلاص من الكنترول لاني حددت، وانا محددهم كده هاخدهم كلهم كده وارميهم فين؟ ارميهم بالماوس جوه الجروب 1. خلاص كده بقى جواه. اقفل بقى الجروب 1 ده يا باشا، خلاص كده بقى جواه كل حاجه الايه؟ الفاكهه، المشروبات اللي بعدها. هعمل جروب تاني، هروح هنا وهدوس ايه؟ كريت ا نيو جروب، هيروح عامل لي جروب اسمه جروب 2. هعمل ايه؟ هاخد بقى 6 وسبعه وثمانيه والشيب اتنين، واحطهم جوه جروب ايه؟ جوه جروب اتنين، واقفله كده. شايف؟ بص بتقفله وبتفتحه ازاي؟ بص تفتح الجروب تبص ايه اللي جواه، خلاص تقفله. شايف؟ هعمل جروب تالت اهو. بص التنظيم جميل جدا، خد بالك. هاخد كل ده كده واحطه في جروب تلاته. بص التنظيم غايه في الروعه. شايف؟ هتقول لي طب انا مش عايز جروب 1 وجروب 2 وجروب 3. عادي، اقف على الجروب كده وروح من قائمة لير اختار رينيم جروب. هو كاتب لك رينيم جروب من قائمة ايه؟ من قائمة لير. اختار رينيم جروب، دوس عليها هيفتح لك تسمي الجروب، سميه فروتس اهو. ماشي، فروت، سميته فروت، فاكهة يعني. ماشي، ممكن اختصارها تدوس عليها دبل كليك وتسمي دبل كليك بالماوس بدل ما تروح من قائمة لير. ده هنسميه ايه؟ درينك مثلا. دبل كليك على الجروب التالت نسميه مثلا ايه؟ فود، الاكل، طعام، واخد بالك؟ بس شايف المنظر عامل ازاي؟ امسك بقى الجروب ده واطلعه فوق، احط جروب جوه جروب براحتي، اعمل اللي انا عايزه. يعني انا لو مسكت فروت ده ودخلته في فود كده، ايه اللي حصل؟ هفتح فود هلاقي جواه ايه؟ فروت. لا انا عايز اخرجه تاني، خرجه خلاص. فاهم الفكره؟ شايف العمليه ماشيه ازاي؟ بص هنا جواه غير فوقيه كده، فوقيه. بص خد بالك انت بقى ايه، دي بقى فنيات بقى، يعني مش هعرف احسسك بالاحساس اللي انت بتحسه وانت دي فنيات، لازم تكون حاسس انت بتعمل ايه. واخد بالك؟ انا طلعت الفروت فوق اهو، وهمسك الدرينك. بص خد بالك، جواه غير فوقيه، غير جوه التاني، غير فوقيه. هو بيعمل لك اشاره اهو الفوتوشوب. بص انا هخليه فوق اهو، اهو ايه اللي حصل بقى؟ فروت، درينك، فود، بنظم على مزاجي. فاهم الفكره؟ وعلى فكره نفس الكلام لللايرز، لو انت عايز تسمي اللايرز. يعني لو انا جيت مثلا عند لير زي كده، دي مثلا ايه؟ اللير اللي هي المانجو، صح؟ واخد بالك؟ لو انا دوست عليها دبل كليك هسميها، او لو دوست عليها كده ومن قائمه لير هلاقي ايه؟ رينيم لير، اسميها برضه. فاهم الفكره؟ وكمان ايه، انت ممكن، انت قدام كل حاجه، قدامك عين، عين قدام كل حاجه. انا لو قفلت الفروت دي كلها ودوست على العين اللي جنبها خفيتها، تختفي كلها. انت متخيل؟ تظهر كلها. شايف كمان السهوله؟ يعني التنظيم مش بس تنظيم، ده تنظيم وسهوله وتسمية وكل حاجة بفضل الله. يعني بتخليك وانت شغال تبقى ايه؟ من الاخر كده تبقى مش تايه، تبقى فاهم يعني، ما تتهش، ما تتهش فكرك، ما يشردش، تبقى عارف كل حاجة عاملة ازاي. اهو اخفي ده، اخفي ده، اخفي ده، ولا جروب ظاهر. شايف؟ اظهر ده، اظهر ده، اظهر ده. بص تخفي الجروب، تظهر الجروب براحتك بمزاجك انت. يعني مفهوم الجروب ده يا جماعة مهم جدا، ويا ريت يكون وصل ونفهمه بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.